السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بدايه فلوج جديد في مرسى مطروح. احنا زي ما انتم شايفين من عنوان الفيديو كده احنا هنروح كوبري الرمل النهارده. تمام، احب ارحب بماريو وزياد طبعا اللي بيصور لازم طبعا اصوره احمد باشا يعني، فتابعوا معانا بقى ايه رحلتنا الى شاطئ رمل. ماري هو اللي هينط النهارده يعني، فقول لهم حاجه بقى استاذ ماري. النهارده حجزت بحياتي عشان خاطر الفانز بتوعي. طبيب دم ما شاء الله عليك. وعشان طبعا الاستاذ حوض عصام والاستاذ احمد حسام والاستاذ زياد، فاهم؟ فيعني ايه؟ لا عايزين بقى ان انتوا ايه؟ يعني ايه تدعمونا؟ عشان احنا والله احنا بنعمل يعني بنحاول ان احنا نقدم محتوى كويس، وعايزينكم تدعمونا بقى بلايك طبعاً، وتعمل لنا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان ايه؟ عشان يظهر لكم كل جديد. ما تنساش تضغط على زر الجرس، اهم حاجه زر الجرس. بس خلاص كده. زدت ازاي بقى؟ كده حط بنت كده حق الله العظيم. اديني المسافه العليا الجزمة العظمى، وانا هنط من اعلى قمه هذا المنحنى الجبلاوي. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. هو عشان نصور بقى المنحنى الجبلاوي. تحت وانا هتشرف يعني، الموضوع مش زي ما انتوا شايفين. هناك اهو وصلنا للحظه المهمه دي والله. قدام كوبري رومل، وطبعا ماريو هينط من فوق الكوبري دلوقتي. بس انتوا التاني بيبقى احسن. ايوه ماشي، ما احنا عارفين، بس احنا بنوري الناس بس المسافه. المسافه انتوا شايفين المسافه؟ نوري لهم يا عم. بص شايف؟ 2 4 يعني كتير. نط بقى من هنا. وادي الصخر. في صخر تحت. ايه؟ ربنا يستر. يلا بينا يا جماعه. جاهز؟ ايه؟ لا لا لا. ورا ما فوق. لا 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 لا. شايفين المسافة يا جماعة؟ يا ماري. يا ماري. تيجي نصور بكرة. نكمل بكرة. فيش. دقة ساعة العمل. يا الله. يا ماري. أضبط بجنيه. هتعملها يا ماري، هتعملها. هتعملها. يلا بينا. تابعوا معانا بقى نطة ماريو. صعب يا جماعه، الموضوع مش سهل، الموضوع كله الارض كلها تحت كلها صخر، ما عرفناش ان احنا ننط. طبعا مش هنجازف يعني، حاولنا ان احنا ننط، احنا عندنا القدره ان ماريو ينط، بس هو المشكله ان المكان كله صخر تحت، فصعب جدا ان احنا ننط.
نكمل الفلوج بتاعنا لشاطئ رومل. تابعوا معانا بقى يلا ايه رحلتنا. واخيرا وصلنا شاطئ رومل. احنا دلوقتي في اللاجون. فرجهم بقى وجيب لهم بقى ايه شطات حلوه كده. الكلام ده موجه ليك انت شخصيا. اوعى تفهم غلط. ها يلا يا جماعه، اوعى تفهم غلط. ده شمال بعيد. يلا ماريو العب. يلا العب يلا يا هشتاك. خرجني بقى. يلا 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 خش في الفيديو. خش جوه. خش اسمع. خش معاه. يلا يا جماعة. عاشت مصر ورجالتها. شويه من فوق خمسه خمسه. بس ما تنسوش تدعمونا بلايك وتعملوا لنا سبسكرايب وتعملوا لايك. بس كده نكون نقول سلام.